أهلا 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 أهلا، إزاي حضراتكم؟ يمكن امبارح لما كنا بنتكلم على معرض تراثنا كان في جملة مهمة جدا اتقالت، ودي هنركز عليها بقى النهاردة. يمكن كان امبارح الوقت ضيق شوية. الجملة هي إن إحنا في عندنا أكتر من 100 عارض في تراثنا، في معرضنا اللي هو تراثنا، من أصحاب الهمم. فكانت مشاركة لافتة لذوي الهمم بمنتجاتهم في معرض تراثنا، ده اللي دايما نتكلم عليه، التمكين الاقتصادي. معانا على التليفون دكتور إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة. أهلا أهلا يا دكتور. أهلا أهلا، مساء الخير. مساء النور، إزاي حضرتك يا دكتور؟ إزاي صحة حضرتك؟ يا رب تكون بخير يا رب. الحمد لله تمام، الحمد لله. دكتور إيمان، كنا بنتكلم على المشاركة اللافتة لذوي الهمم في معرض تراثنا، وكنا امبارح أنا لفت نظري إنه اتقال لي أكتر من 100 عارض. هو المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بيشارك لأول مرة في معرض تراثنا. والحقيقة ده كان زي ما اتكلمنا قبل كده من حرص المجلس على التمكين الاقتصادي، وإزاي يكون في فرصة لتسويق منتجات وابتكارات، مش بس منتجات، لأن الحقيقة إحنا المعرض، معرض تراثنا، بيجمع حرف يدوية وتراث مصر وعدد من الدول العربية، وهو أكبر محفل للاحتفالية بتراث هذا البلد، غني جدا. وكان لازم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يشارك، وده مع مشروع أو جهاز المشروعات، للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. والحقيقه ده تنظيم رائع. انا امبارح كنت سعيده وفخوره جدا لما لقيت ان عدد كبير من ذوي الاعاقه بيشاركوا بمنتجاتهم، وقد ايه كنت فخوره ان جميع الاعاقات قادره ان هي تعمل وتنتج وتبقى شريك في تنميه هذا الوطن. لان مش عايزه اقول ان ده امن قومي، احنا بنحافظ على التراث وكمان بنضيف اليه، وبتكون في مصاف الدول المتقدمة والمتحضرة لما يكون عندنا هذه الحرف اللي فعلا بنفخر بيها جميعا. أنا بس عايزة أقول إن كمان المجلس بينتهز هذه الفرصة وبيشجع الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، لأن الحقيقة هذه الجمعيات بتعمل شغل جامد جدا، يعني بتدرب على الحرف اليدوية، بتدرب على ذوي الإعاقة ان هم يعملوا مشاريع صغيره. فدي فرصه كويسه جدا ان هم يسوقوا منتجاتهم، فاحنا بنتواصل معاهم منذ فتره علشان نشوف هم محتاجين ايه من المجلس لدعمهم. وبالفعل حصل ان احنا تواصلنا مع بعض الجمعيات ونزلوا معانا بمنتجات جلديه فخوره جدا بيها، جلد طبيعي، ومنتجات كروشين، وبعض الأعمال الفنية للإعاقات البصرية. الحقيقة أنا كنت مندهشة جدا قد إيه الفن والجمال والألوان لما يكون يعني أحد العارضين من الإعاقات البصرية قادر يطلع هذا المنتج الجميل. أنا بدعوكم إن أنتوا تيجوا تزوروا البارتيشن A89 بتاع المجلس القومي. كمان بنمتاز هذه الفرصة على فكرة نحط جميع مطبوعاتنا وجميع المنشورات بتاعتنا اللي بتعمل توعية بالقانون بتاع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبنمتاز هذه الفرصة إن احنا نجيب مترجم إشارة إنه يعمل إتاحة للإعاقات السمعية علشان تيجي تتعرف على المعرض، وبنخدم المعرض كله بمترجم الإشارة بتاعنا. فإذا حد عنده إعاقة سمعية يقدر يتوجه مباشرة للبارتيشن بتاعنا، هيلاقي مترجم إشارة هيقدر يساعده في كل حاجة هو محتاجها. طيب أنا لفت نظري الصورة، حضرتك بتتكلمي مع دكتور مصطفى مدبولي ومع دكتور نيفين القباج، كان إيه الحوار الدائر؟
الحوار الدائر ان انا بشكر جدا دكتوره نديم جامع الحقيقه، رئيس التنفيذي للجهاز المشروعات. هي انا شكرتها وقلت لها تعالي اتفرجي على البارتيشن اللي احنا عاملينه، ونحن بنشكرك عليه لان هي ادته لنا مجانا طبعا. وطبعا دكتور مصطفى مدبولي الحقيقه بيدعم قضيه الاعاقه في مصر، وهو دايما بنقول له تحدياتنا. فاليوم ده كان يوم سعيد للجميع، لان هو قدر ان هو برضو يعني انا طالبت الحكومه ان هي لازم انها تحط الاشخاص ذوي الاعاقه دايما في مقدمه في مشروعاتها، وده اللي هيحصل ان شاء الله، هيكون في قريب جدا بروتوكول تعاون مع جهاز تنميه المشروعات الصغيره مع المجلس، علشان نقدر نتعاون ونقدر يعني ندعم الاشخاص ذوي الاعاقه في جميع يعني ابتكاراتهم. يعني الحقيقه هو احنا كمان بنشجع الابتكارات، يعني لما يكون في حاجه جديده بتتعمل في مشروع يبقى اكيد الاشخاص ذوي الاعاقه لازم يلقوا هذا الدعم. يعني طبعا كان في صوره تانية مع دكتور اشرف صبحي. ده كان حديث طبعا يعني عن ملف الاعاقه في وزاره الشباب والرياضه. الحقيقه وزاره الشباب والرياضه برضو بتعمل عمل جليل مع الشباب من ذوي الاعاقه. حلو. وبتعمل مع يعني الرياضيين الحقيقه كمان، فاحنا يعني دايما على تواصل. وانا بشكر اي حد بيقدر يقدم حاجه لابنائنا وابناء هذا الوطن. لا واحنا هنروح البارتيشن A89 لازم نروح هناك ونشوف ونصور ونعرض وما الى ذلك. انا بشكرك جدا دكتور ايمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للاشخاص ذوي الاعاقه. الف 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 شكرا يا فندم.